بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أيام التشريق بعد يوم العيد، عيد الأضحى، فإنه إن استكملها مقيما في منى يرمي الجمرات كل يوم بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فهذا أفضل، وإن تعجل في يومين إذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الظهر وخرج من منى قبل غروب الشمس فهذا جائز، وهو التعجل. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي أيام عشر ذي الحجة في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين، يعني في اليوم الثاني عشر، وصفة التعجل أن يرمي الجمرات بعد الظهر أو بعد العصر ثم يرحل من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت الشمس لزمه المبيت والتأخر ولا يجوز له التعجل. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل فرمى بعد الظهر أو بعد العصر في اليوم الثاني عشر ثم رحل من منى وطاف للوداع ثم سافر إلى أهله فذلك جائز. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأمر الله واسع والحمد لله، والدين يسر، ولكن هذا اليسر بحسب الشرع. ليس الإنسان يتساهل ويقول الدين يسر ويفسح لنفسه في تساهل في العبادات، وقد يترك الواجبات والفرائض ويقول الدين يسر. هذا هو العسر، اليسر فيما شرع الله سبحانه. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه يسر حسب التشريع بأن يفعل الرخص الشرعية عند الحاجة إليها، ولا يترخص برخص غير شرعية ويتساهل في أمر دينه ويقول الدين يسر. ليس هذا هو اليسر. اليسر أن يتمشى مع دين الله عز وجل، والله جل وعلا يسر ولم يعسر. الدين فيه يسر، ولم يجعل الله فيه حرجا على الأمة، وكله خير وكله يسر، وفيه رخص شرعية للمحتاج إليها، فهو دين سمح وميسر والحمد لله. فالمسلم ينتهز فرصة حياته في طاعة الله عز وجل، ويفعل ما يستطيع من العبادات خصوصا الواجبات والفرائض، ويؤدي ما تيسر من النوافل، وإذا احتاج إلى الأخذ بالرخصة كالجمع بين الصلاتين للمريض والمسافر أو القصر الرباعية في السفر هذا من الرخص الشرعية. ومن تعجل في يومين من أيام التشريق فهذا من الرخص الشرعية، ومن تأخر هذا هو العزيمة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذا دين الله عز وجل، يسر وعدم حرج في الحج وفي غيره.